أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوهم في سركم وعلانيتكم وظاهركم وباطنكم وفي لياليكم ونهاركم وفي أعمالكم كلها وفي كل شأن من شؤون حياتكم. أيها الناس أمامكم شهر مبارك شهر القرآن وشهر التقوى وشهر الصيام فأعدوا له أقوموا بصيامي وقيامي أقوموا بالقرآن في هذا الشهر وفقنا الله وإياكم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر الله وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبائي في الله يقول تعالى أعملنا المخضرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وفضل اللهم الكفرة والهنود والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالق لي كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصرنا نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واحفظ من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا اللهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره فان الحفاظ كله بيدك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين. وتقبل دعانا يا ارحم الراحمين. فقوموا لصلاتكم فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقيم الصلاة. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.